من جانبه قرر الشيخ عبد الله بن علي الثاني على صفحته في تويتر حول التطورات الاخيره في ازمه قطر والاتصال الهاتف الذي جرى بين ولي العهد السعودي وامير دوله قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وقال الشيخ عبد الله انه سعد سعد بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان لحل الازمه الراهنه بين قطر والدول المقاطعه معربا عن حزنه لما آلت اليه الامور